نلتقي بكم لاستذكار المفاهيم النظرية في درس الوسائط المتعددة رقم 2. في هذا الدرس سوف نمر في الدرس الأول على عناصر تطبيقات الوسائط المتعددة، في الدرس الثاني برمجيات تطبيقات الوسائط المتعددة، وفي الدرس الثالث الأنماط المستخدمة في تطبيقات الوسائط المتعددة، وفي الدرس الرابع مميزات الوسائط المتعددة وأنواعها والتحديات. الدرس الأول، ما هي عناصر تطبيقات الوسائط المتعددة؟ هي المعلومات، الأجهزة والمعدات، والبرامج. الآن، ما هي المعلومات من خلال تعريفنا للوسائط المتعددة؟ هي دمج مجموعة من المعلومات ذات الأشكال المختلفة. ما هي؟ النصوص، الرسوم المتحركة، والصور الساكنة، والصوت. الآن، تقسم الصور الساكنة إلى الصور النقطية والصور المتجهة. ومن أشهر صيغ الملفات الصوتية المستخدمة في تطبيقات الوسائط المتعددة الويف والMPEG والAIFF. لننتقل إلى الأجهزة والمعدات المستخدمة في جمع المعلومات، هي أولاً أجهزة الحاسوب، ثانياً أجهزة تسجيل الصوت، ثالثاً أجهزة التقاط الصور، رابعاً أجهزة تسجيل الفيديو، وخامساً أجهزة العرض. الآن لنقارن بين امتدادات صيغ الملفات الصوتية المختلفة من حيث الاستخدام والحجم. الMPEG تستخدم لرفع الأصوات على شبكة الإنترنت، أما الويف فهي صيغة تلقائية التي تعمل ضمن بيئة ويندوز، والAIFF تستخدم مع أجهزة أبل ماكنتوش. من حيث الحجم، الMPEG حجمها صغير والويف حجمها كبير. قارن بين الصور النقطية البيتماب والصور المتجهة فيكتور. الصور النقطية طريقة الرسم تعتمد على نقط نسميها بالبكسل، أما الصور المتجهة فتعتمد في رسمها على المنحنيات والأشكال الهندسية. الحجم، في الصور النقطية يتحكم عدد النقاط البكسل بحجم هذه الصور، أما في الصور المتجهة فهي صغيرة الحجم. في التكبير والتصغير فإن الصور النقطية تتأثر جودتها بعمليات التكبير والتصغير، أما الصور المتجهة فهي تحافظ على جودتها عند التكبير والتصغير. من الأجهزة المستخدمة في إنتاج تطبيقات الوسائط المتعددة أجهزة تسجيل الصوت وأجهزة العرض. أنواع المعلومات المستخدمة في الوسائط المتعددة هي النص، الصور ساكنة، الصوت، والرسوم المتحركة، والفيديو. الدرس الثاني، برمجيات تطبيقات الوسائط المتعددة. أولاً، مجموعة برامج الناشر المكتبي، وهي التي تسمح بتصميم مستندات معقدة مثل برنامج الإنديزاين. ثانياً، مجموعة برامج تحليل الرسومات والصور، من اسم هذه المجموعة تعتمد على رسم وتعديل الصور والأشكال الرسومية مثل برنامج الفوتوشوب. ثالثاً، مجموعة برامج تحليل الفيديو والصوت، وهي التي تعمل على تعديل مقاطع الفيديو وتحرير الصوت مثل بريمير برو. رابعاً، مجموعة برامج تصميم صفحات الإنترنت، ومن اسم هذه المجموعة فهي تعمل على إنشاء صفحات الويب مثل برنامج الإكسبريشن ويب 4. خامساً، مجموعة برامج الرسوم المتحركة، وهي التي تعمل على إنتاج الرسوم المتحركة مثال أدوبي فلاش. سادساً، مجموعة برامج التصميم الهندسي، وهي التي تسمح بتنفيذ التصاميم الهندسية والمعمارية والفنية والعلمية مثال برنامج الأوتوكاد. أذكر برنامجاً واحداً من البرامج المستخدمة لكل من التصنيفات التالية: Computer Aided Design، الأوتوكاد، Desktop Publishing، InDesign، Paint Image Editing، Illustrator، Photo Editing، Photoshop، Video and Audio Editing، Premiere Pro، Web Page Authoring، Expression of 4. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. برنامج الأوتوكاد يستخدم في التصميم الهندسي ثلاثي الأبعاد، صح. برامج الناشر المكتبي لا تعتبر مثالية لإنتاج وتصميم مجلات ملونة عالية الجودة، خطأ، لأن برامج الناشر المكتبي هي البرامج المثالية لإنتاج وتصميم مجلات ملونة. مجموعة برامج تحرير الرسومات والصور لا تستطيع التعديل على الصور، خطأ، لأن هذه المجموعة تعمل على الصور. تستطيع باستخدام مجموعة برامج تحرير الرسومات والصور تعديل ألوان الصور، صح. نستطيع باستخدام برنامج الإلستريتر إضافة مؤثرات على الصور، صح. لا تستطيع دمج الصور باستخدام إلستريتر، خطأ، لأن برنامج الإلستريتر يعمل على تعديل الصور. برنامج الفوتوشوب يعتبر من مجموعة برامج تحرير الصور، صح. يستطيع مستخدمي برامج تحرير الفيديو والصوت التعديل على مقطع الفيديو؟ صح. اذكر وظيفة برامج تحرير الصور ووظيفة برامج تحرير الفيديو والصور.
تتيح برامج تحرير صور المستخدمين للرسم وتعديل الصور والأشكال الرسومية، حيث تمدنا بقدرات برامج الرسم بالإضافة إلى قدرات تحسين وتعديل الصور. أما برامج تحرير الفيديو والصوت تتيح للمستخدمين تعديل مقطع الفيديو وأن يتحكم في زمن المقطع أو يسجل عدة مقاطع متسلسلة ويضيف مؤثرات خاصة، وتحرير الصوت من حيث التعديل في مقطع الصوت وإضافة صوتا على مقطع الفيديو وتحسين نقاء الصوت باستخدام المرشحات وإزالة الضجيج من الصوت. الآن الدرس الثالث، الأنماط المستخدمة في تطبيقات الوسائط المتعددة. أولا التحريف، ماذا نعني بالتحريف من خلال الصورة الموجودة أمامنا؟ نعني بها هو إحداث بعض التغييرات في صورة واحدة مع مرور الوقت، حيث يتم تحريف الشكل من خلال النقاط الأساسية المماثلة له وتطبيق تأثيرات محددة على بعض هذه النقاط لينتج عنها الشكل الجديد. ثانيا التحويل، ماذا نقصد بالتحويل من خلال هذه الصورة؟ هي عملية تحويل صورة إلى أخرى من خلال مزج صورتين مختلفتين، فتنشأ سلسلة بينية من الصور بينهما كما تبين هذه الصورة. ثالثا النمذجة، ماذا نقصد بالنمذجة؟ النمذجة هي عملية إنتاج نموذج مادي أو رقمي مشابه للنظام الحقيقي، ولكنه يتميز بالبساطة كما يكون أقرب للواقعية وأوفر ماديا. المحاكاة، ماذا نقصد بالمحاكاة؟ المحاكاة هي عملية استخدام النموذج الذي يتم إنتاجه لدراسة خصائص أو اختبار أداء نظام مثل قيادة السيارة. الواقع الافتراضي، ماذا نقصد بالواقع الافتراضي من خلال الصورة؟ هي عبارة عن تكنولوجيا متطورة تنشئ واقعا افتراضيا يشعر من خلاله المستخدم أنه في بيئة ثلاثية الأبعاد مخالفة للواقع تماما. أما الواقع المعزز فيعمل على دمج أو تعزيز البيئة الحقيقية بمعطيات افتراضية لم تكن جزءا منها. الآن اذكر بعض الأنماط المستخدمة في تطبيقات الوسائط المتعددة. التحويل والتحريف، وضح المقصود بالنمذجة، هي عملية إنتاج نموذج مادي أو رقمي مشابه للنظام الحقيقي ولكنه يتميز بالبساطة كما يكون أقرب للواقعية وأوفر ماديا. من فوائد نظم المحاكاة، تسمح بتقييم نموذج لتحسين وتطوير أداء النظام، تسمح بالتدريب على الأجهزة والمعدات التي يصعب الحصول عليها لارتفاع سعرها. قارن بين كل من تقنتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز. البيئة، الواقع الافتراضي ينقل المستخدم إلى بيئة افتراضية مخالفة للواقع، أما الواقع المعزز يدمج بيئة المستخدم الواقعية بمعطيات افتراضية رقمية. الواقع الافتراضي الأدوات، من الضروري غالبا استخدام نظارات الـ VR عند استخدام التقنية، أما الواقع المعزز تستخدم فيه الأجهزة الرقمية المزودة بكاميرا وبعض تطبيقاته فقط تحتاج لنظارات الـ AR. الاستخدام، الواقع الافتراضي يستخدم غالباً في تطبيقات الألعاب والترفيه والتعليم والرعاية الصحية، أما الـ VR يستخدم غالباً في تطبيقات التعليم والتصميم والتواصل والألعاب. الآثار الصحية، في الواقع الافتراضي يكون المستخدم عرضة للصداع والدواء نتيجة استخدام البيئات الافتراضية، أما الواقع المعزز تقل احتمالات إصابة المستخدم بأعراض الصداع والدواء بسبب استخدام بيئة المستخدم الواقعية. الآن الوسائط المتعددة، مميزات تطبيقات الوسائط المتعددة، وهي التفاعلية، التنوع، التكامل، المرونة. أما أنواع الوسائط المتعددة فهي الوسائط المتعددة الخطية، الوسائط المتعددة التفاعلية، والوسائط المتعددة الفائقة. تحديات استخدام الوسائط المتعددة وهي التمويل، خبرة الكادر البشري، والصيانة. أذكر المقصود بكل مما يلي. المرونة هي إدخال واسترجاع ومعالجة واستنباط المعلومات، وكذلك الحرية في توظيف الأدوات المختلفة مثل الصور والفيديو في ملفات الوسائط المتعددة، وذلك بحسب حاجة المستخدم. التفاعلية هي التفاعل بين المستخدم ومادة الوسائط المتعددة. التكامل هو استخدام أكثر من مادة في اللقطة الواحدة أو المشهد لتحقيق الهدف من التطبيق، وتقاس جودة التطبيقات بمدى تكاملها وظيفياً. أذكر المقصود بالوسائط المتعددة الخطية، هي عبارة عن الوسائط المتعددة التي تعرض المعلومات بشكل تسلسلي دون أي تدخل من المستخدم. وضح المقصود بالوسائط المتعددة التفاعلية، هي الوسائط المتعددة التي تسمح بتفاعل المستخدم مع العرض عن طريق التحكم في عرض المعلومات.